تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلن المكتب الصحفي لشرطة كييف انفجار عبوة ناسفة ألقاها مجهولون في حرم السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية، ووصفت الشرطة التفجير بالعمل الإرهابي وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا. افتتحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مخيما جديدا للاستجابة لاستمرار نزوح العراقيين فرارا من العمليات العسكرية في غرب الموصل ومناطق الصراع الأخرى. وبدأ مخيم السلامة 2 الواقع جنوب الموصل استقبال أول الأسر أمس، وقد نصبت فيه 2500 خيمة حتى الآن. خفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لديون قطر مع انخفاض الريال القطري إلى أدنى مستوياته في 11 عاما، وسط علامات على نزوح أموال صناديق استثمارات المحافظ بسبب الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة ودول أخرى. وقالت الوكالة إن الاقتصاد القطري قد يتضرر بشدة جراء قرار السعودية وعدد من الدول بقطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة. هجم مقاتلون يشتبه بانتمائهم لجماعة بوكو حرام المتشددة مدينة مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا أمس في أخطر هجوم لبوكو حرام على عاصمة ولاية بورنو خلال عام ونصف العام. ويقع الهجوم بعد 6 أشهر من إعلان الرئيس النيجيري محمد بوخاري أن بوكو حرام هزمت تقريبا في حملة عسكرية أجبرت كثيرا من أعضاء الجماعة المتشددة على الهرب. اعتقلت الشرطة البريطانية اليوم 3 أشخاص جدد على خلفية التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي استهدف العاصمة لندن يوم السبت الماضي وأسفر عن قتل 8 أشخاص. وقالت الشرطة في بيان لها إن 2 من المشتبه بهم اعتقلا في أحد شوارع ألفورد في الضاحية الشرقية للندن، بينما اعتقل الثالث في منزل يقع في الحي ذاته. وافق مجلس الشيوخ الأمريكي وبأغلبية ساحقة على تقديم مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على إيران، بينما يعتزم نواب تضمين مجموعة من العقوبات ضد روسيا بذات المشروع. وكانت لجنة العلاقات الخارجية في المجلس قد وافقت على مشروع القانون الذي يفرض عقوبات جديدة على إيران لقيامها بتطوير صواريخ باليستية ودعم جماعات إرهابية. نجح فريق من العلماء الأمريكيين في ابتكار حقنة واحدة يمكن إعطاؤها لمرضى السكري كل شهر. وأوضح الباحثون أن الحقنة عبارة عن جل يحتوي على مادة دولاغلوتيد يذوب ببطء تحت الجلد عن طريق حرارة الجسم ويسيطر على الجليكوز. نهاية الموجز، في أمان الله.